وللحديث حول المؤتمر معنا عبر الهاتف استشاري أمراض المخ والجهاز العصبي بالمركز الطبي الجامعي الدكتور معاذ بخيت. دكتور مساء الخير، وبداية يعني هل لك أن تحدثنا عن الدافع والهدف لتنظيم هذا المؤتمر، ويعني ما هي أبرز تخصصات المتحدثين فيه؟ الدافع الحقيقي للمؤتمر هو ملتقى علمي لجميع العلماء من جميع أنحاء العالم، بعلماء جامعة الخليج العربي وعلماء مركز الأميرة الجوهرة والأطباء، ليتناقشوا في أحدث الموضوعات العلاجية والعلمية وما توصلت إليه الأبحاث، وإقامة أيضا أنواع من التعاون العلمي بين كل هذه المجموعات العلمية، وهو يمثل أساس قوي لدراسات ولبرامج جديدة سنبدأها في جامعة الخليج العربي بإذن الله. نعم، طيب دكتور، يعني ما المقصود بطب مكافحة الشيخوخة؟ كيف تتم مقاومة الشيخوخة؟ طب مكافحة الشيخوخة لا يعني علاج أمراض كبار السن، نعم، لكن يعني أن يعيش الإنسان حياة صحية، وهذا يمدد في عمر الإنسان، أن تكافح الشيخوخة منذ الصغر بعدة طرق، يعني التغذية السليمة، نمط الحياة السليم، المتابعة الصحيحة، معرفة الجينات المكونة للإنسان والجينوم، معرفة تناسق هذه المكونات مع التغذية السليمة، ومعرفة أنواع الأدوية الصحيحة التي يتناولها الإنسان حسب تركيبته البيولوجية، وكثير من الأشياء يمكن عن طريقها مكافحة الشيخوخة. أيضا يعني إذا كان هناك طفرات وراثية تؤدي إلى أمراض مستقبلية يمكن اكتشافها مبكرا، ويمكن علاجها بأحدث الطرق مثل علاج الجيني وخلافه. نعم، الدكتور معز بخيت استشاري أمراض المخ والجهاز العصبي، شكرا جزيلا لك.